فينا خمس سنين وما تجيش كتش عارف هنا تقدر خمس سنين ما شفتوش دابا ما عرفتش صوتي تخيلوا معايا واش الحاجه انا ما بينش مع الكمامه ونضادر ما عرفتش ولا كي راس ضم او اللي خدم معايا السيرفيس مفاجاه ساره هذه الخوت خمس سنين ما شفتش الوالد ودابا الوالد كاين في كندا عند الخوادري وانا متفق انا والخوادري الخوت باش نديروا ليه واحد البرانك بالاخبارو خليكم معنا الخوت حتى الاخر ديال الفيديو كنتمنى ان شاء الله يعجبكم المهم الخوت هذا هو المول اللي جا لي الخوادري والوالد قال لي راه غادي نكونوا في واحد الجرده كاينه على الدخله المهم غنمشيو نطراكيوهم الخوت وغنبداو البرانك ان شاء الله خليكم معنا السلام عليكم الخاوه محتاج دراهم ترونسبور الله يرحم بابك الله يرحم بابك خويا راني ما رانيش نطلب راني محتاج الله يرحم بابك خويا الله يرحم بابك خويا عاوني الله يرحم بابك كنهضر ماشي ديال الطلايب الله يرحم بابك خويا هادي لعب الله يرحم بابك اخويا ناري الخوت تخيلوا معايا الوالد ما عرفش الصوت ديالي دير فيه هرب ليا يا صاحبي خمس سنين ما شفتوش دابا ما عرفش صوتي تخيلوا معايا واش الحاجه انا ما بينش مع الكمامه ونضادر ما عرفتش ولا كي راه صدمني ما نكذبش عليكم اش بان لكم الخوت دابا غنمشيو نصدموه وغنفاجئوه دابا اجيو معاه اجيو معانا نشوفوا الصدمه اجي واش سهربوا حبوا هادو نط عينا صح تكي مش الولد اللي كرت فينا خمس سنين وما تجيش كتعرف كدير هنا تصوير تقدر تجينا صح لك ما درتش شي ولاد اخرين ولا شي حاجه يلاه يا ودي الله يودي حفشه وراجي شوف شنو البلان ديالك نكرتيني كيف قال لك تحيدي من الحاله المدنيه وانا باري راه في امريكان عندك مشاكل قلتي ما يمكنش نجي ملي لقيتك انا راه تفاجئت ياك تصدمتي صدمتي قولي مشاك ياك هو قولي ديال المغاربه ناري درت لي واحد الاغاني شكرا شكرا على المفاجاه ولكن خدم معايا السيرفيس مفاجاه ساره هذه ياك ما تصدمتيش بعد ما شتيني الحمد لله الحمد لله ملي تشوفنا هذاك الله عاودك الوالد الله يعاودك يرضي عليكم الله يصلحكم الله يعاونكم الله يحفظك يا رجل خدت تشارك شي ثلاثه تبارك الله عليك تتعيش